السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن دراسة طب بجامعة نوفي ساد. رح نحكي لمحة عن المدينة وعن الكلية بالإضافة لشروط دراسة الطب فيها وقوة الجامعة بشكل عام. معكم مهندس غيث من مركز الخوارزمي للدراسة بالخارج، ويلا نبلش. تقع مدينة نوفي ساد بشمال صربيا، وهي تاني أكبر المدن الصربية. تتألف جامعة نوفي ساد من 14 كلية، فيها مبنيين بحثيين و8 مباني أكاديمية. تأسست عام 1960، وهي تاني أقدم جامعة بصربيا بعد جامعة بلغراد، وبيدرس فيها 40,000 طالب. جامعة جميلة جدا، وحرم الجامعة كبير جدا وفيها طبيعة خلابة بتساعد الطلاب أنه يسترخوا ويدرسوا. ومثل جامعة بلغراد، فجامعة نوفي ساد مشهورة بتميزها بالمجال الطبي، متعاقدة مع 34 مشفى كبيرة بإقليم فوفودينا، ببرامج تدريبية لطلابها، والمنشآت كلها حديثة وبمعايير أوروبية. وفي تبادل طلابي بصير كل سنة بين طلاب الجامعة وطلاب جامعات من دول تانية مثل روسيا وهنغاريا وفرنسا وتايلاند وغيره. تكلفة دراسة الطب بجامعة نوفي ساد هي 7500 دولار سنويا، أما طب الأسنان فبيكلف 5500، والصيدلة بتكلف 3800 دولار سنويا. ميزات الجامعة: الميزة الأولى أنه ترتيب الجامعة العالمي عالي، 1100 على جامعات العالم. الميزة الثانية وجود عدد كبير من الكليات اللي بتدرس باللغة الإنجليزية لأهم المواد. ثلاثة، وجود عدد طلاب أجانب كبير جدا، ومنهم طبعا نسبة من الطلاب العرب، وهذا طبعا بيعني وجود محلات لحم حلال ومحلات بيعوا أكل عربي. 4، نشاطات جانبية كبيرة جدا. الجامعة نشيطة بهالمجال، كل سنة بتعمل نشاطات رياضية وثقافية، بتعمل زيارات لمتاحف وبتعمل مسابقات رياضية، كرة قدم، كرة سلة، وحتى سباق زوارق. 5، بالنسبة لطلاب الكليات الطبية، فتطور المشافي بيساعدهم انه يتعرفوا على احدث الاجهزة والتقنيات الطبية، هذا الشيء اللي بيرفع قيمتهم كاطباء بس لحتى يتخرجوا. 6، تقسيط رسوم الدراسة على 4 اقساط تدفعهم خلال السنة. الميزة السابعة والأخيرة هي أنك ممكن تنتقل من جامعة تانية لجامعة نوفي ساد وتكمل دراسة من مطرح ما وقفت، بشرط أنك تكون سنة رابعة أو أقل. وهلأ بالنسبة للصعوبات اللي ممكن تواجهك، فهن 2. الأولى أنه المصاريف غالية بمدينة نوفي ساد بالنسبة لبقية المدن الصربية، مثل مدينة بلغراد كونهم هن مدن كبرى. أما إذا انتقلت لجامعة بمدينة صغيرة مثل جامعة نيش أو جامعة كراغويفاتش، فرح يكون المصاريف أخف عليك، وحتى تكاليف الدراسة رح تكون أقل. 2، امتحان القبول للكليات الطبية اللي لازم تحضر له جيداً إذا كنت حابب تدخل طب في جامعة نوفي ساد. وبتجري الجامعة امتحان قبول سنوي، مواد هي علم الأحياء، كيمياء، بالإضافة لوجود مقابلة شخصية لازم أنك تنجح فيهم لو حابب تدخل الكلية. للتحضير للامتحان ممكن تحضر الكورس التحضيري من مركز الخوارزمي، يلي هو حضوري بمركزنا ببلغراد أو أونلاين عن طريق منصة الخوارزمي، اللي لح أترك الرابط تبعه بصندوق الوصف، ولح نزودك كل شيء بتحتاجه من دراسة المنهاج ودراسة نماذج ودراسة دورات سابقة لامتحان القبول مع نخبة من الأساتذة الخبيرين المتخصصين بامتحان القبول للكليات الطبية. ولو حابب أنك تسجل تواصل معنا على رابط الواتساب الموجود بصندوق الوصف. وهلا لو حابب تسجل بجامعة نوفي ساد، تواصل معنا عن طريق الواتساب بالأرقام الظاهرة على الشاشة أو اللي موجودة بصندوق الوصف. إن شاء الله بنساعدك بالتسجيل، وفترة قصيرة بتلاقي حالك صرت بصربيا وعم تدرس بالجامعة اللي بدك إياها. والموضوع بسيط وما بياخد وقت طويل إن شاء الله. لو عندك أي استفسار عن الفيزا أو السفر على صربيا أو التسجيل بالكليات وأسعارهم، لا تتردد بأنه تتواصل معنا. بالتوفيق إن شاء الله لجميع الطلاب. سلام.